الخطوة هي ليست جديدة من قبل زعيم التيار الصدري أو زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، باعتبار كانت هناك لديه مطالبات بهذا الموضوع في عام 2019 وعام 2023 والآن عام 2024 المطالبة من قبل السيد مقتدى الصدر بطرد السفيرة الأمريكية وغلق السفارة. وأنا أرى كمحلل يعني وكمتابع للشأن السياسي وكصحفي ومراقب أيضا أنه هذه القضية هي قضية واقعية تأتي من قبل السيد مقتدى الصدر، واقعية وفعلية وفيها كل عناوين المصداقية وليست إعلامية كما كانت بعض الجهات تطرح هذا الموضوع بقضية غلق السفارة الأمريكية. فبالتالي اليوم السيد الصدر بالتأكيد يعني هي ليست المرة الأولى التي يحرج فيها الحكومة العراقية ورئيس الوزراء وبعض فصائل المقاومة قد تكون ربما أو حتى قوى الإطار بشكل عام باعتبار هي الموجودة الآن في الحكومة العراقية وهي التي شكلت الحكومة الحالية. فبالتالي على الأخوة في يعني حتى لا يزعلون علينا بعض الأخوة في قوى الإطار أو الحكومة العراقية أنه عليهم أن يتخوفوا من السيد مقتدى الصدر باعتبار الرجل اليوم يعني خلال هذه الدعوة التي طالب بها بغلق السفارة وطرد السفيرة زرع ربما الرعب في لدى بعض الذين يتمسكون بالسلطة ويتمسكون بالحكومة ويريدون أن يستمروا في هذه السلطة، هذه السلطة التي فيها الكثير من المشاكل التي أثرت على الوضع العراقي وعلى المجتمع العراقي بشكل عام باعتبار أنه اليوم يعني كانت هناك مشاكل تتعلق عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار الذي كان في الفترة الماضية مؤثر كبير على المواطن العراقي وعلى الوضع الاقتصادي. وللأسف الشديد الآن نلاحظ أن هناك يعني ما زالت هناك بعض المشاكل في المحافظات العراقية تتعلق بالجانب الاقتصادي، تتعلق بالوضع الأمني هنا وهناك، وتتعلق بقضايا أخرى تخص الوضع المجتمعي.